السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي القناة عالم النحل الأبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم أصدقائي الكرام في هذا الفيديو سنتكلم عن فرز العسل، جني العسل، الملاحظات التي يمكن أن يلاحظها النحال لكي يجني الإطارات، كذلك نتكلم عن الطريقة المعتمدة قبل أو لجني العسل مبكرا، وكذلك اللحاق بالعسل أو الرحيق الذي يجمعه النحل في فصل الصيف أو في أواخر الصيف. إذا الكثير من المتابعين للقناة يتساءلون دائما عن طريقة جني العسل أو كيف تكون الإطارات حتى نجنيها، وكيف نعرف بأن العسل هو عسل ناضج أو غير ناضج. إذا الطريقة، أولا سنتكلم عن الطريقة المعتمدة لكي نجني العسل باكرا في فصل الربيع أو نجني عسل الربيع، ثم نرجع العاسلات وكذلك نجني عسل الصيف. إذا الطريقة هي سهلة جدا، في بداية الربيع يعني في نهاية الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث يتم وضع إطارات ممطوطة للخلايا، مثلا هذه الخلية صندوق التربية باللون الأزرق والعاسلة بالأخضر، يتم قلت وضع إطارات ممطوطة في العاسلة، ثم توضع مباشرة فوق خلايا أو صناديق التربية كما هو في هذا اللون الأزرق دون رفع أي إطار، لأن الإطارات الممطوطة النحل مباشرة يشغلها ويصعد إليها، وكذلك دون وضع حاجز الملكات في الأيام الأولى. بعد 15 يوم أو 20 يوم يقوم يعني في هذه المدة 15 يوم أو 20 يوم يقوم النحل بتقديم تغذية تحفيزية فقط، ولا تكون مخففة ولا يقوي من التغذية كي لا يخزنها النحل. بعد 15 يوم يأتي النحال إما بينزل الملكة إلى الأسفل أو ينفض النحل في العاسلة الفارغة، ثم يضع الإطارات كما كانت. قبل هذا يضع الحاجز أولا ثم يضع الإطارات الممطوطة في العاسلة ويترك الخلية، هذا في بداية الربيع. مباشرة النحل لما يكتظ عن آخره في الشهر 3 والشهر 4 يبدأ مباشرة في تخزين الرحيق أو العسل في العاسلة، وبالتالي تكون كميات الرحيق أو العسل المخزنة في الشهر 3 والرابع وحتى الشهر 5 تكون كميات كبيرة. بعد ذلك يأتي النحال ويفحص العاسلة ويفحص الإطارات ويرى نسبة الختم، أي ختم النحل لهذه الإطارات الموجودة في العاسلة. نسبة الختم دائما لما تكون 40% أو 30% يكون العسل في باقي الإطار عسل ناضج. مباشرة يقوم إذا كان هناك شك في بعض الإطارات أنها ليست مختومة وهي معبأة بالعسل، يتم نفض الإطار أو هز الإطار، ثم عندما تسيل قطرات الرحيق هذا أو العسل معناه أن العسل غير ناضج، وإذا لم يسل الرحيق أو العسل مباشرة يذهب بالإطارات إلى الفراز ويفرز هذا العسل. هذه الطريقة في فصل الربيع وكيفية الحصول على كمية عسل في فصل الربيع لسد الخسائر أو لسد الحاجيات أو شراء مستلزمات النحل، عاسلات، صناديق إلى آخره، وكذلك لسد بعض الخسائر التي خسرها النحل، هذا فيما يخص عسل الربيع. بعدما يفرز النحال مباشرة يضع هذه الإطارات الممطوطة، يرجعها إلى العاسلة كما كانت فارغة. النحل سيقوم بتنظيف هذه الإطارات وذلك بأكل هذا العسل المتبقي في العيون السداسية، مما يعطي قوة كبيرة للخلية ونشاط كبير. فمباشرة بعد ما يضع النحال هذه الإطارات يخرج النحل بكثافة للصروح لجلب الرحيق، بعدما يحس بأن هناك يعني مخزون منعدم تماما في الخلية، وبالتالي هذا ما يحفز النحل مباشرة للخروج مرة ثانية والصروح. يعني النحل من طبيعته إذا رأى بأن هناك يعني كميات كبيرة تكفيه للعيش يعني في فصل الشتاء والخريف،
يبدأ تقل نسبة السروح، لكن لو ينزال النحال العسل مباشرة يخرج بكثافة ويبدأ بالبحث عن الرحيق ليخزنه مرة ثانية. هذه يعني بعد هذه الطريقة التي نقوم بها يعني في هذا الشهر، يعني نفرز في هذا الشهر شهر ماي أو شهر خمسة، عفوا نفرز يعني في أواخر الشهر ماي أو بداية شهر جوان، يعني في أواخر الشهر خمسة وبداية شهر ستة يفرز النحال العسل ويرجع مباشرة الإطارات، يعني لأنه عندما تمتلئ العاسلة مثلا في هذا الوقت ويبدأ النحل بختم نصف الإطارات أو نسبة كبيرة من الإطارات، أحيانا تضع العاسلة بشمع أساس ولا يبنيها النحل، وبالتالي تكون هذه العاسلة عائق فقط أو تكون بمثابة يعني زيادة على النحل، لأن النحل لا يحتاجها تماما ما دام أنه لا يبني الإطارات أو الشمع. كذلك حتى لو تضع إطارات ممطوطة عاسلة ثانية تكون كميات قليلة، يعني حتى يملأ العاسلة الأولى جيدا ثم ينتقل إلى العاسلة الثانية. هذا النوع من العاسلات يعني العاسلات الثانية بشم ممطوط يكون عندما يكون الموسم جيد جدا، وكذلك حتى نفس الشيء بالنسبة للعاسلات التي تحتوي على إطارات شمع أساس، يعني العاسلات الثانية والثالثة حسب المناطق. أما إذا كانت المناطق يعني متوسطة أو ناقصة في الرحيق، من الأحسن أنه النحال يفرز العاسلة الأولى ثم يرجع الإطارات، وبالتالي يتحصل على كميتين يعني عسل الربيع، وعسل الربيع يعني في هذه الأيام أو في أواخر الشهر خمسة، وكذلك عسل الصيف الذي يكون في بداية الشهر ثمانية تقريبا أو نهاية الشهر السبعة. المبتدئون في التربية، للمبتدئون يعني هذه الطريقة لكي يجني نوعين من العسل، يعني عسل الربيع وعسل الصيف، وممكن حتى يرجع إطارات بعد عسل الصيف ويكون هناك فيه مناطق تكون هناك مناطق فيها رحيق الخريف، يعني بداية شهر تسعة وعشرة يكون هناك مناطق فيها الرحيق يعني متوفر، وممكن حتى يجمع كميات من العسل في هذه الأشهر. إذا الطريقة المتبعة كما قلت لكم في بداية الفيديو التي أعمل بها هي مباشرة أضع إطارات ممطوطة في بداية الربيع، ثم 15 يوم 20 يوم أضع الحاجز، ثم بعد ذلك في أواخر الشهر خمسة دائما أفرز العسل وأرجع الإطارات وأنتظر حتى يجمع مرة ثانية في أواخر الشهر سبعة أو بداية الشهر ثمانية. دمتم في رعاية الله وحفظه. وكذلك أنبه إلى نقطة مهمة، يعني بعد ما يجني النحال هذا العسل يتركه فقط 10 أيام أو أسبوع أو 15 يوم في إناء أو في منضج حتى ويغطيه بقماش يكون يمتص الرطوبة. في هذه الفترة يعني كل الرطوبة ستخرج من العسل ويبقى فقط العسل الصافي، ويكون عسل جيد وعادي جدا يعني بدون رطوبة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. إلى اللقاء، تحية لكم من الجزائر.